عكس هؤلاء المؤمنين هم الكافرون. قال سيدنا نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. عاش عندهم مئات السنين في الدعوة، مئات السنين، قرابة 1000 سنة، ما بطل من الدعوة، ما ترك الدعوة، ما تعب من الدعوة، ما هرب من تعب الدعوة، ما انقطع عن الدعوة، ما فتر عن الدعوة، ما ضعف عن الدعوة، ما كسل عن الدعوة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، والنتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يستمعون الذكرى، ما ينتفعون من الذكرى، لأنهم ليسوا بمؤمنين. المؤمن فقط هو الذي تنفعه الذكرى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل هذه الفتنة التي وقع فيها سيدنا نوح، وكل هذه المحنة التي وقع فيها سيدنا نوح، لكنه ما ترك الدعوة إلى الله، وبعدة أساليب. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كل لأجلكم، كل لأجل أن يغفر الله لكم، لأن يرحمكم، لأن يرفع عنكم العذاب، لأن يدخلكم الجنة. ما ينفع، لأنهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. إذن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ليس الذكرى، إنما الانتفاع من الذكرى. أما وجود الذكرى هكذا بدون انتفاع، خلل، نقص. العبرة بثمرة الذكرى وهو الانتفاع. هذا هو الفرق بيننا وبين الكفار، أو مسلم لا ينتفع من الذكرى، لأن المؤمن صفته أن ينتفع من الذكرى من أي أحد جاءت. جاءت ممن يوافقه، جاءت ممن يخالفه، جاءت ممن يحبه، جاءت من عدوه، ما ينتبه إلا من جاءت. صفته ينتفع من الذكرى لأنه مؤمن حقيقي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها أخذ بها. مؤمن ما يفرط بالحكمة، ما يأخذ الدين على هواه ومزاجه، عجبوا أخذ وما عجبوا ترك. ليس منافق يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض الكتاب، ليس بكافر يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، إنما مؤمن صادق ينتفع بكل حكمة وعبرة ولها مكانة في قلبه وعقله وروحه، وتترجم إلى حياته. نعم.